في الحقيقة أنه الوقوف على الحياد وقت المحن والأزمات يعتبر خيانة، وخلوني على الرغم أنه ممكن تكون شهادتي مجروحة شوية بما أني شغال في إعلام مصري، إلى أني أشكر كل إعلامي مصري قام بدوره خلال الفترة اللي فاتت في التغطية، لأنه بيكون في فرق كبير جدا بين إعلامي بيغطي حدث لمجرد الحدث وبين إعلامي صاحب قضية، وده بيؤكد أن القضية حية في ضميرنا كلنا كمصريين، وكل واحد في مجال عمله بالفعل بيحاول أنه يساعد قدر الإمكان في نصرة القضية الفلسطينية. اليومين اللي فاتوا شفنا منهج إعلامي مختلف تماماً ومنهج إعلامي مزيف انتهجته بعض وسائل الإعلام الغربية، خصوصاً بعد تناولها تقارير صحفية مضللة وغير دقيقة عن الأحداث اللي بتحصل في غزة. التقارير دي تم تناولها بصورة غير مهنية على الإطلاق، وخلت الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها في قصف مستشفى المعمدان. بس كده، ده يعني كمان إدارة إحدى وسائل الإعلام الغربي الكبيرة أحالت للتحقيق كل العاملين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بعد المجازر وأحداث العنف اللي بتمارس ضد أهالينا في غزة. خلينا ناخد تفاصيل أكتر من الدكتورة سارة فوزي، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة. دكتورة صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضراتكم أستاذة منى وأستاذ محمد وعلى كل المشاهدين التلفزيون المصري. في الأول بس حابة الحقيقة أعزي الشعب المصري والشعب الفلسطيني الشقيق في مصابه، وأعلن تأييد لكل قرارات الرئيس السيسي فيما يخص منع التهجير القسري للفلسطينيين ومطالبهم طبعا المشروعة وعدم التخلي عن القضية. أكيد دكتورة، لو جينا قلنا نتكلم كده بشكل مهني، أنت شايفة أن في تزييف في عرض الحقائق عند عدد من وسائل الإعلام الغربية بشكل واضح؟ ده يعني مش هقول تزييف، ده محاولة للتدليس وطمس الحقائق. لو حد بيتكلم من منطلق علمي، منطلق راصد ومحلل إعلامي، هيلاقي أن وسائل الإعلام الغربية في مقدمتها سكاي وبي بي سي وغيرها من القنوات بتعتمد على تجهيل المصادر، بتختار مصادر دايما موالية ليها للحديث، سواء عايشين في إسرائيل أو حتى بيعملوا لدى جهات إسرائيلية. بتعمل حاجة مهمة جدا جدا، غير تجهيل مصادر، أولا ادعاء مزاعم غير حقيقية. يمكن في البداية من أسبوع بدأت السلسلة دي بنشر تقارير عن وجود أسلحة أوكرانية موجودة في قطاع غزة لتبرير الهجمات والاعتداءات من منطلق الدفاع الشرعي والحرب على الإرهاب. بعدين مؤخرا من عدة أيام قبل قصف مستشفى المعمداني، كانت إحدى القنوات البريطانية طبعا اللي تدعي الحيادية يعني والموضوعية، بدأت إنها تنشر تقارير عن المستشفى دي بتستخدمها فصائل معينة أو جماعات جهادية معينة عشان تبني أنفاق من تحت وتهرب أسلحة. وده يا فندم حتى ما فيش أي صور أو فيديوهات تدعم ذلك، هو مجرد بس إن أنا بجيب نفس الفيديوهات اللي بتتداولها كل وسائل الإعلام وأنا أحط تعليق صوتي على الموضوع من غير حتى ما أجيب شهود عيان، من غير ما أجيب أي حد يثبت أو المزاعم دي، حتى ما فيش أي حاجة من ده. طبعا زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة، عملت يعني إحدى القنوات البريطانية، هي نفس القناة، بدأت إنها تفتح تحقيق موسع مع أي عاملين حتى بيكتبوا على حساباتهم الشخصية دعمهم للقضية الفلسطينية أو عدم اتفاقهم مع فكرة المجازر اللي بتحصل. فمجرد القنوات دي بتعيد الرواية الصهيونية للأحداث، بتخلي العرب دايما في موقف الإرهابيين كأننا في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية، مش في عصر إن أنا فضاء سيبراني أقدر أتحقق من معلومة في أي وقت. طيب دكتورة، أين ما فعلته هذه القنوات من مواثيق الشرف الإعلامي؟ هي تدرك بمواثيق الشرف الإعلامي عرض الحائط أصلا. يعني هي خليني أدي لحضرتك مثال، ما تيجي تكتب أخبار أو تنشر على المنصات التلفزيونية أو الرقمية بتاعتها، تكتب لفظ تيرورست وإرهابيين، حتى ما تقولش عرب أو ضحايا أو سيفيليانز، ممكن في خلال خبرين تقول عليهم مدنيين فلسطينيين وبعدين في الآخر تاني تعيد بوصفهم بالإرهابيين. بعدين تجتزئ السياق المكاني للحدث، بمعنى إيه؟ ما بيقولوش في الوسائل الإعلام الغربية إن دي مثلا مستشفى المعمدين، لا بيقولوا هوسبيتال إن غزة ستريب، عشان يخلوا الناس ما يتعاطفوش مع أي حاجة، لأن المستشفى دي إحنا عارفين إنها تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجليزية، فساعتها الرأي العام الغربي هيقول أنتوا هنا ما بتحاربوش فصيل جهادي أو إسلاموفوبيا أو حاجة من دي. فبتبدأ إنها تعيد نفس الرواية الأوروبية للأحداث أو الأمريكية للأحداث. بالنسبة لمواثيق الشرف، الحقيقة أنا مش شايفة
يعني على الاقل شركه ميتا وعلى الاقل الشركات الاعلاميه اللي بتعيد نشر هذه الحاجات ما بتحطش فاكت تشيك على الفيديوهات حتى اللي هي بتنشرها المؤسسات دي، مع ان هي بتعمل تجهيل، مع ان هي بتعيد بس المحتوى وبعدين تحط عليه التعليق الاخباري اللي هي عايزاه بدون ما تحطه في السياق. مواثيق شرف غير موجوده لدرجه ان انا والله بطالب ان احنا نفتح ملف تحقيقات ونرصد كل الاخطاء المهنيه اللي وقعت فيها القنوات دي ونصعدها لاعلى مستوى، لان ده يعني على الاقل يبقى في رد فعل لمثل هذه يعني التزييف. ولا استبعد ان الفتره الجايه كمان القنوات دي تعتمد على تقنيه التزييف العميق وتعتمد على تقنيات خاصه بالذكاء الاصطناعي عشان تبرر هجمات معينه وتقول اهو شايفين دول جهاديين او دول فصائل ارهابيه. طبعا واحنا عارفين التقدم الكبير اللي في الذكاء الاصطناعي اللي بيخلي احيانا صعب الكشف عن بعض الحاجات المزيفه. طيب قعدنا سنين ندرس وندرس ان البي بي سي او ان وسائل الاعلام المفروض تكون حياديه، قعدنا نشوف ان قناه البي بي سي بالذات ممكن تكون او الهيئه الاذاعه البريطانيه ممكن تكون الاكثر حياديه، ولكن احنا شايفين يعني وضع ماساوي في التغطيه لاحداث غزه، احنا شايفين تحيز تام، احنا شايفين شكل سيء جدا ومسيء لفكره الحياد الاعلام. الحقيقه انا بصتني حاجه جميله جدا ان حتى بعض الوسائل بعض الافراد في الدول الغربيه بداوا يعني يعيدوا نشر تمام يعيدوا نشر اللي ما تنشره مثلا قنوات تابعه للاعلام المصري الخاص او الرسمي، لان هم شايفين ان ده اكثر يعني حياديه واكثر قربا للحقيقه من التدليس والتزييف اللي بتمارسه بي بي سي. يعني هي بتتكلم عن حريه الراي وهي محوله لحد دلوقتي 16 صحفي وعامل في مؤسسه بي بي سي في النسخه البريطانيه، مش هتكلم كمان عن النسخه العربيه لمجرد ان هم كتبوا على حساباتهم الشخصيه رايهم حتى الذي لا يمثل المؤسسه، فهي ده محاوله لتكميم الافواه. الانصياع تماما لوجهه النظر الغربيه، الانصياع تماما للكيان الصهيوني بدون ما يجيب الطرف الاخر يتحدث عن نفسه، بتجيب ضيوف ومداخلات لناس بيتحدثوا نيابه عن الفلسطينيين. يعني ما بتجيبش حتى اصحاب القضيه الشرعيين، اظهر حتى حياتك المؤقت بان انت تجيبهم حتى يعني في تقرير 3 دقائق، لا هي واخده الموضوع على انه الطرف الاخر الصهيوني قلبا وقالبا ندعمه ونعيد نشر الاكاذيب كاننا في عصر استخدام الباطل. المصطلحات دكتوره يعني تحويل الشهداء الى قتلى، الفلسطينيين المقاومه لارهابيين، استخدام لفظ بدل مجزره او مذبحه مجرد انفجار، تغيير المصطلحات وبالفعل تسييس القضيه. طبعا احنا زي ما كنت بتكلم كل الاخبار اللي هي بتنشرها في النسخ العربيه او الانجليزيه بتكتب ايه لفظ ارهابيين، وبعدين خبر وحيد كده مدنيين هيتوه وسط الاخبار الكم الكبير اللي هي بتطلق عليه لفظ ارهابيين. بنتكلم على انها مثلا بتحول الاسرائيليين لشهداء، بتحول وتبرر الهجمات الاعتداء الاسرائيلي من منطلق حق الرد وحق الدفاع الشرعي، بتحول ده انا شفت كمان على احدى القنوات يعني المنصه الرقميه بتاعت بي بي سي جايبه لقطات من غزه وكاتبه دول ضحيه الفصيل حماس او غيرها او المجموعات الموجوده في فلسطين، يعني مش حتى السياق التاريخي او السياق السياسي الصحيح ان ده بسبب قصف جوي للجيش الاسرائيلي جيش الاعتداء، فهي مجرد ان دايما تلقي تصور المشاهد دي وتلقي دايما الخطا على الفلسطينيين، انتوا اللي تسببتوا في ده، انتوا اللي صعدتوا، مش ان هم اصحاب قضيه. عظيم. طيب دكتوره، تسجيل المواقف بيبقى مهم جدا في مثل هذه الاوقات، واحنا شفنا امبارح الصحفي بسام بونيني وهو الصحفي الفلسطيني وهو يتقدم باستقالته قال لما يحتم ضميري المهني، وده فكرنا طبعا بموقف الفنان الراحل محمود مرسي لما قدم استقالته على الهواء مباشره من البي بي سي وقت العدوان الثلاثي وقال اعود مره اخرى الى وطني اعيش معاهم او اموت بجانب اهلي، ودي مواقف بيسجلها التاريخ. اهميه هذه المواقف ايه؟ وحضرتك ذكرتي برضو ان احنا ممكن نرصد هذه الجرائم، بعد رصد هذه الجرائم شايفه ايه التهم اللي ممكن توجه ليهم ونتقدم بيها فين؟
الحقيقه جزء مهم جدا هو فكره الموقف الوطني لاي صحفي او اي اعلامي مهني في اي مؤسسه بغض النظر عن اي مغريات خاصه بالمناصب او المال. فمثل هذه المواقف مواقف وطنيه كثيره، والحقيقه مجموعه استقالات جماعيه حصلت بالفعل في مؤسسه بي بي سي مؤخرا اخر يومين. الفكره كلها ان احنا محتاجين ان احنا ناخد الفيديوهات المفبركه دي او المقاطع المكتزئه من سياقها ونبدا احنا كمان نعمل اعلام موازي قوي عن طريق وسائل اعلامنا او عن طريق حتى يعني بوشيد برضو بموقع اكس اللي هو تويتر سابقا ان هو على الاقل حتى سامح للراي والراي الاخر انه يتحدث. فان احنا نجيب دي الفاكت اهو دي الهومر او الجزء المقطع من سياقه. جزء اخر اين الهيومن رايتس ووتش، اين المؤسسات اللي بتنادي بحريه الاعلام وحريه الراي وحريه الصحافه؟ دي كل ده احنا محتاجين ان احنا نعمل تقرير رصد اعلامي ونرسل لها مثل هذه التجاوزات. انا عارفه ان طبعا هم يعني بنسبه كبيره مش هيعملوا عقوبات لان في الاخر يعني المؤسسات الغربيه تدافع عن نفسها وتنحاز لبعضها، بس على الاقل نبقى اثبتنا موقف عند الرأي العام الغربي ان لا وسائل اعلامكم فيها مشكله كبيره، ما تصدقوش كل حاجه، على الاقل اسمعوا وجهه النظر الاخرى عشان ما يحصل لهمش غسيل ادمغه واحنا بنتكلم ان احنا في عصر الفضاء السيبراني. طيب لو نيجي نقول البي بي سي وهي كانت الاداره والاذاعه الاشهر، هل تحولت لوسيله ضغط على الفلسطينيين؟ هي لم تتحول، هي من زمان اصلا هي وسيله ضغط وهي لعبه في ايدي الام اي 6 الاستخبارات البريطانيه، وكمان الاهم من كل ده ان هي من زمان يعني بتدلس وتنشر اكاذيب عن العرب. هي التقرير اللي نشرته من عده ايام كان سبب كبير في استهداف المستشفى، وكان سبب كبير في استهداف مساجد ومدارس لمجرد انها كمان بتبرر القصف ده تحت مسمى الدفاع وتحت مسمى لا في ارهابيين وفي جماعه مش مثلا ملاجئ لناس عاديه وفعلا بيحاولوا يحتموا من القصف، لا دول ناس عندهم اسلحه. فبالتالي ده انا مش هقول انه شجع الجيش الاسرائيلي، بالعكس ده انا شايف ان الجيش الاسرائيلي نفسه يتعاون مع مثل هذه المؤسسات لتبرير ووضع الستار لجرائمه، يعني اكيد هم كانوا عارفين قبل نشر التقارير دي. كل الشكر ليكي دكتورة سارة فوزي المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.